مرحبا واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يحكى على انه على سبيل النكته انه بعض الناس في واحد منطقه معينه مشاو عندك المسؤول في ديك المنطقه كيشتكيوا منه من تفشي الرشوه ومن تفشي الفساد. فيعني الرد السريع اللي كان من عنده قال لهم شحال تعطيوني نحيد لكم الرشوه. هذا وان كان على سبيل السخريه فلكن كيجسد واحد النوع من الواقع داخل المجتمع المغربي وداخل مجموعه من المجتمعات ككل. مع ناس سي علي الصدقي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. سي علي الصدقي، انت عضو ترونسبارونسي المغرب، من بين او تعد الجمعيه اللي كتشكل لها محاربه الفساد والرشوه واحد الاهميه كبيره واولويه. شنو ممكن تقول لنا على هاد الرشوه في المغرب كبدايه؟ واولا شكرا على الاستضافه، وبالفعل لانه موضوع ديال الرشوه هو انا حاليا ومنذ سنوات هو موضوع ديال الساعه، وداعي على ذلك انه اصبح الان موضوع ديال الفساد والرشوه وضمن كل حركات الحراكات الاجتماعيه وضمن المطالب، ولا احد اظن انه خافي عليه الوضعيه ديال الرشوه اللي متواجد فيها في المغرب، لانه في بلادنا الوضع ديال الرشوه يتميز اولا بتفشي الرشوه والفساد الاداري على في جميع المستويات وفي كل مناحي ديال الاداره المغربيه، وكذلك على مستوى الحياه السياسيه والاقتصاديه. هذا الوضع هذا كتاكدوا مجموعه ديال المؤشرات، مؤشرات دوليه مثل مؤشر ادراك الرشوه اللي كتشرف عليه ترونسبارونسي الدوليه، وكذلك بارومتر مقياس الرشوه، وتقارير اللي كتصدرها منظمات دوليه ومنظمات دوليه. وهذا الوضع بطبيعه الحال كيبين خطوره ديال الوضعيه في بلادنا ومستوى ديال الفساد الحاد والممنهج. اذا وكيتضح من خلال نتائج ادراك مؤشر الرشوه لسنه 2020 اللي قدمتها ترونسبارونسي في الاسبوع الماضي، على ان المغرب مازال مستمر في احتلال مواقع متدنيه ومراتب متدنيه في هذا المؤشر ومنذ سنوات. وفي هذا المؤشر هذا ديال هذه السنه ديال 2020 المغرب احتل المرتبه 86 ضمن 186 دوله، وتراجع بستة مراتب مقارنة مع مؤشر ديال 2019، وكذلك أضاع نقطة واحدة باحتلاله المرتبة. نعم سي علي، أعطينا كيفاش كتحدد الرتبة، شنو هي المؤشرات المعتمدة باش كنوضعوا المغرب في هذه الرتبة هذه وكنقولوا بأنه راه فقد النقاط؟ أولا هذا المؤشر هذا تشرف عليه مجموعة من المكاتب الدولية ذات المصداقية وذات العالمية، كل مكاتب والا مختصه في مجال معين، بما فيها حتى المساله ديال الشفافيه الماليه، بما فيها المساله ديال الحصول على المعلومات، بما فيها المساله ديال نزاهه القضاء الى غير ذلك. اذا هي منظومه يعني منظومه. ولكي هاد 13 مكتب هذه السنه هذه 13 مكتب اللي شرفوا على تحديد المؤشر ديال 2020. المغرب كذلك خضع لمجموعه ديال الدراسات ومجموعه ديال التحقيقات، وبالتالي فهذا هذا هو اللي كيخليهم بهذه المنظومه ديال التحقيقات وديال الاستطلاعات هي اللي كتحدد الرصاد ديال الدوله، واش متفشيه فيها رشوه او انها دوله تتميز بالشفافيه. كيف قلت على انه المغرب لا زال متواجدا في منطقه ممكن ان نسميها بمنطقه ذات فساد مزمن منذ، فمثلا الى شفنا على مستوى النقاط اللي حصل عليها المغرب في خلال 9 سنوات، غادي نوجدوا انه النقطه ديالو تتراوح دائما ما بين 37 و40، هذا هو المعدل على 100. والحد الاقصى اللي حصل عليه في المغرب كان سنه 2018 اللي هي المرتبه 43، والحد الادنى حصل عليه في 2015 بالمرتبه بالنقطة 36 على 100. إذا هذا كله كيأكد لنا على أنه الوضعية ديال الفساد هي وضعية معممة وهي وضعية بنية. شنو هي طبيعة الفساد اللي عندنا في المغرب؟ من حيث يعني؟ الفساد في المغرب عنده أشكال متعددة. هذا هو المشكل الخطير الآن، لأنه سنوات وعقود بل عقود طويلة من تفشي الرشوة وعدم إقرار
سياسة حقيقية وفعلية لمحاربة الداء أدت إلى ظهور عدة تمظهرات وعدة تمثلات لهذا الفساد، فمن زبونية ومحسوبية وتفضيلية ورشاوة صغيرة إلى رشاوة كبيرة، إلى استغلال المناصب، إلى تضارب المصالح، إلى الإثراء غير المشروع. مجموعة يعني واحد المجموعة كبيرة جدا وأشكال متعددة ديال الفساد، نظرا لغياب سياسة حقيقية وإرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذا الأداء. يكفي مثلا الاطلاع على الرشوة في القطاع العام، واللي كان اللي غادي يبين لنا مدى تفشي هذه الرشوة. فإلا خدينا مثلا التعريف اللي هو متداول ومتعارف عليه لدى المنظمات الدولية، اللي هو الفساد واستغلال سلطة إدارية أو سياسية لقضاء مصلحة خاصة، غادي نوجدوا أنه على مستوى القطاع العام. علما أنه بالدرجه اللي وصل لها الفساد في بلادنا لم يستثني اي قطاع، حتى القطاع الخاص طالته هذه الافه، طالته الرشوه في مجموعه من المؤسسات الخاصه. اذا هذا التعريف هذا كنوجدوه متمثل فيما نراه يوميا على مستوى الواقع. لسنا بحاجة لدراسات أو تقصيات، ولكن ما نشاهده بعيننا، ما نسمعه من خلال مجموعة ديال الشكاوى ديال المواطنين على مستوى الشبكات الاجتماعية، على مستوى المنابر الإعلامية، ذلك غادي نلقاو بأنه كاين تمثلات كبيرة للفساد. يكفي مثلا هذيك الشفيرة لوكود أو العبارة المغربية باك صاحبي، هذا باك صاحبي تختزل ما نعيشه على مستوى الفساد في الإدارة المغربية. كاين ودهن السيليسير، ودهن السيريسير، دهن السيريسير خليه هذوك. لا لا لا، ذكر دهن السيريسير قمنا في الجمعيه بتجميع كل الامثال الشعبيه اللي تتحدث عن الرشوه، وخرجنا بنتيجه. خدنا جمعناها بالدارجه بتمازيغت وبالفرنسيه. نعم. فوجدنا على ان الظاهره المجتمعيه الوحيده التي تحتوي على امثال شعبيه مشجعه لها وهي ظاهرة الفساد، بمعنى أن هناك ثقافة معينة، ولكن ثقافة معينة ما كيعنيش بأنه الإنسان المغربي كما يحاول بعض المسؤولين إدخالها إلى عقولنا بأنه المغاربة راشين وعندهم رشوة في الدم ديالهم. لا، لأنه طيلة عقود من الزمن ونتيجة الإفلات من العقاب ونتيجة عدم المساواة أمام القانون ونتيجة تفعيل مجموعة من القوانين، أصبحت هذه الثقافة مستشرية. الإنسان بطبيعة الحال أي واحد كيبغي يقضي الغرض ديالو كيسول شكون، واش كيعرف هذا كيعرف هذا، وشحال اقرب وسيله انه يقضي الغرض ديالو. اذا اصبحت هاد باك صاحبي، هاد الشفيره وهاد الكود هذا، هي اللي متداوله على حساب الكفاءه وعلى حساب يعني الاستحقاق ديال الانسان. اصبح الامتياز كم يدفع، او هل له عائله او نفوذ عائلي داخل المصالح معينه. كما انه الاثراء، مساله الاثراء غير المشروع في بلادنا، كنوجدوا انه هناك مسؤولين يعني اغتنوا بشكل كبير جدا في غياب تام لاي مساءله واي محاسبه. قبل ما نشرحوا المساله، تكلمت لنا على القطاع العام اللي كيعرف واحد التفشي خطير للمحسوبيه والزبونيه وايضا الرشوه. شنو هي القطاعات الاكثر يعني فيها هذه المساله هذه؟ القطاعات، هناك مؤشر يتكلف يعني المهمه ديالو هو رصد ظاهرة فساد في القطاعات، اللي هو البارومتر العام لقياسي الرشوة. هذا البارومتر هذا يتكلف بوضع أسئلة لمجموعة وشريحة من المواطنين والمواطنات، مجموعة من الأسئلة، مثلا أشنو هو القطاع اللي موجود فيه الرشوة، وسبق لك عطيتي رشوة، واش الحكومة ديالكم قامت بمجهودات أم لا. إذا هذا هو اللي يعني الأساس، لاباز ديال هذا المؤشر هذا. فحسب المؤشر الأخير ديال البارومتر كتبين بأنه القطاعات اللي عندها علاقة بالمصالح ديال المواطنين، اللي هي الصحة، واللي هي يعني العدل، اللي هي المستشفيات، هذه المصالح كلها اللي عندها الخدمات العمومية، هي التي تتفشى فيها الرشوة بشكل كبير جدا. تتفشى لأنه عندها علاقة بالمصالح ديال المواطنين، حياة أو موت، غراض أو يعني قضاء مصلحة اللي هي مصيرية، وبالتالي المواطن يعيش يعني يعيشوا متاعب كبيره امام الاداره المغربيه وامام هذا الغول ديال الاداره المغربيه نتيجه الفساد. وفي نظرك يعني في هذه الحالات فين كاين الخلل؟ واش هو في المواطن اللي بغى يقضي الغرض ديالو بغض النظر على احقيته ولا عدم احقيته، او في ذاك الموظف اللي كيستغل الحاجه ديال المواطن؟ انا شخصيا كنظن واعبر على هذا الموقف موقفي الشخصي، وكذلك كموقف الجمعيه اللي كنتمي لها، بانه اولا المسؤوليه الاساسيه تعود للسلطات العموميه محاربه الفساد.
خلاف لما يقال احيانا بان وطن المواطن حقيقه كمسؤوليه للمواطن، ولكن المسؤوليه الكبرى وهو تعود للسلطات العموميه. نعطيك على سبيل المثال، مثلا انا لدي طفل صغير في 12 الليل اصيب بحمى كبيره جدا وفي المستشفى وطلبوا لي 100 درهم باش يدخل، شنو هو الخيار ديال هذا المواطن؟ سنكون يعني مثاليين الا قلنا بانه ما غادي يعطيش الرشوه امام واحد الوضع، واحد الخطوره ديال 40 درجه ديال الحراره، والطفل صغير بين الحياه والموت، ويطلب منه واحد العموله معينه ورشوه معينه، غادي تقول لي لانه ما يعطيش خصو يشكي. اذا هذه مساله يعني اللي كتبين بانه راه السلطات العموميه هي اللي مسؤوله على اعتماد سياسه وبرامج فعاله وحقيقيه على ارض الواقع. وكذلك ملي المواطن كيشوف بانه هناك اسماء وازنه داخل الوطن قاموا باختلاس ملايير ديال الدراهم في اطار توليهم المسؤوليات، ولم يحاسبوا ولم تتم متابعتهم. اكثر من هذا وهناك ملفات مطروحه على القضاء، ملفات مطروحه على القضاء اللي كدوز 12 15 عام امام القضاء وهي غاديه. كبرنا معاها. ايه، هذا الزمن القضائي حتى هو ولا مشكل عندنا. هذا ديال انه كيخصنا كيفاش لاجيستيون ديال هاد التدبير، هاد الزمن القضائي في الملفات الكبرى الفساد، يعني عنوان على انه ما كاينش اراده سياسيه حقيقيه. حتى كتولي انه ربما حتى ديك المطالب المدنيه تسقط بوفاه يعني الانسان اللي متابع. اذا هذه المساله هذه كلها امام هذا الهول هذا، والمواطن شنو غادي يقول؟ المواطن ضعيف من الهول ديال الاداره، امام انه عدم وجود. خلينا من الارقام ديال اللي دايره بعض الادارات. هذا هو السؤال سالي، يعني في ظل هذا الوضعيه الخطيره اللي كنتكلموا عليها واللي كلشي عارفه لانها واقع، بالنسبه للدوله كاين عدد من الاليات، كل كما تكلمت كل وزاره عندها واحد رقم معين، كل كاينه هيئه ديال النزاهه والشفافيه، كاين منظومه قانونيه، كاين عدد الامور، يعني واش هادشي كله لم يردع من تفشي الرشوه في المجتمع المغربي؟ ملي كنشوفوا عدد الشكايات التي قدمت لهاد يعني هاد المصالح هذه، غادي نلقاو بانها ارقام ضئيله جدا. نتساءل علاش؟ كاين اولا كاين فقدان ديال الثقه لدى المواطن المغربي، كاين فقدان الثقة نتيجة ديال أنه سياسات متعاقبة في عدم يعني أخذ بجدية الملف ديال محاربة الفساد. كاين فقدان ديال الثقة لدى المواطن في المؤسسات ديالو ملي كيشوف أنه كاين الإفلات من العقاب، أن أسماء وزينات تختليس أو إلى غير ذلك. فهذا الفقدان ديال الثقة كيخلي المواطن ديال أنه ما كيلجأش أنه لهذا مثل هذه المصالح هذه. إضافة أنه كاين أشياء كبرى، خلينا من بعض الاجراءات يعني الجرعات وبعض المسائل الاخرى، كاين مسائل اخرى اللي ممكن نجولها من بعد اللي كتدل على انه بالفعل راه كاين اراده سياسيه حقيقيه لمحاربه الفساد. فمثلا ما يمكنش لنا مثلا انه نقولوا بانه في قانون، مثلا قانون ديال تضارب المصالح، احنا كنعرفوا كاملين بانه في المغرب في اطار باك صاحبي وفي اطار مجموعه ديال الاشياء ديال انه فلان متواجد في وزارة معينة وكيدوز بعض السباقات العمومية لأحد أقاربه أو زوجته، أو يضع شروط الصفقة أو نيل الصفقة على المقاس، باش على المقاس باش توصل هذاك، باش توصل فلان بالكرافطة ديالو بالكومبلي ديالو، توصل ليه هو بالأساس، كيوضع هذاك سميتو دفتر تحملات على مقياس الشركه التي ارادها. كاين هذه المساله هذه بالفعل اثبتتها مجموعه ديال الدراسات ومجموعه ديال المجالات اللي حنايا اشتغلنا عليها. اذا هذا القانون ديال تضارب المصالح اللي هو منصوص عليه في الدستور في الماده 36، والدستور امتى؟ 2011. احنا دابا على بعد 9 سنوات او 10 سنوات من اقرار هذا الدستور 2011، ولم يسن بعد قانون ديال تضارب المصالح اللي غادي يوضع لنا حد الى حد ما. يعني في نظرك واش باقي عندنا خلل في المنظومه التشريعيه والمنظومه القانونيه؟ المنظومه التشريعيه نتوفر على منظومه تشريعيه ربما قد تضاهي منظومات تشريعيه عالميه. عندنا قانون ديال تصريح الممتلكات، عندنا استراتيجيه وطنيه، عندنا قانون ديال حمايه المبلغين، عندنا قانون ديال الاسراء، ولكن المشكل هو تفعيل. المشكل عندنا بالاساس هو تفعيل هذه القوانين، تفعيل هذه المؤسسات، هذا هو المشكل الحقيقي. يعني ملي كنقول نتكلموا على مشكل التفعيل، واش الدوله ما بغيتش تمشي قدما في محاربه الرشوه، ام ان هناك رهانات اخرى؟ لان الرهانات اعتبر شخصيا ان الرهانات وهو انه هذه الامتيازات، انه كاين هناك
أناس يستفيدون من هذه الامتيازات، يستفيدون من هذا التفشي ديال هذا الوضع، يستفيدون من غياب المحاسبة والمساءلة. إذن هناك يعني لوبيات صحيحة تستفيد من هذه الوضعية الحالية، من وضعية ديال التفشي وديال 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 السيبة إلا بغينا نوصفوها بهذا الشكل، لأنه بالفعل سيبة ملي كتولي يعني أننا كنعرفوا كنا بأنه الرشوة عندها انعكاسات خطيرة، انعكاسات خطيرة تتجلى أولا في الهدر ضرب الديمقراطية، في هدر دولة الحق والقانون، في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي ديال الدول. وحنا عندنا أمثلة كثيرة كنشفناها يعني بالعين المجردة ديال مجموعة ديال الدول التي انهارت سياسيا واقتصاديا نتيجة تفشي الرشوة ونتيجة الامتيازات ونتيجة التضارب المصالح، فانهارت سياسيا واقتصاديا على مستوى المنطقة ديالنا وعلى مستوى مناطق أخرى. كنشوفوا كذلك نعرفوا بأنه الرشوة عندها انعكاسات على مستوى خروقات ديال حقوق الإنسان، لأنه الرشوة هي نقيض ديال حقوق الإنسان، نقيض ديال حقوق الإنسان بامتياز. ليكفي مثلا أنه نستدل بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي كيقول بأنه يولد جميع الناس متساوون في الحقوق والكرامة، لندرك أن الرشوة ما عندها علاقة بالكرامة وما عندها علاقة بالتساوي في الحقوق. مثلا المادة 14 اللي كتنص على الحق على حرية التعبير، كنشوفوا بأنه الناس أو المنددين بالفساد وبعض شهود وبعض ضحايا الفساد إما يسجنون أو يتابعون قضائيا أو ترمى شكاويهم إلى المزبلة. هاد الحرية التعبير، هاد كذلك إلا شفنا المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية اللي كتنص على أنه ضرورة إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، كنلقاو بأنه الرشوة عندها انعكاسات خطيرة على مستوى الخروقات ديال في المجال ديال حقوق الإنسان، بالإضافة للتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. ما يمكنش نهضروا على التنمية البشرية حتى الاستثمار، بطبيعة الحال هذيك التنافسية، التنافسية يعني هذيك التجاذبية الاقتصادية، كيف يمكن المستثمرين انهم يجيوك ب يعني بواحد راحه والى غير ذلك وهم يكون على انه بلد تتفشى فيه الرشوه؟ اذا كاين هذه القضيه ديال الهروب ديال المستثمرين، كاين كذلك الضعف ديال الجاذبيه الاقتصاديه ديال البلد. انتم في ترونسبارونس مارك، ونعتبر ربما هذا اخر ما نتكلموا عليه، شنو هي يعني الاجراءات التي تقترحونها من اجل يعني رفع المرتبه ديال المغرب وابعاده على هذه المنطقه الخطره اللي تكلمت عليها استاذ علي؟ هو اولا اريد ان اقول على انه رغم تطور الوعي بالانعكاسات السلبيه لظاهره الرشوه وبالصيغ المختلفة لمحاربتها والإعلان عن خطط وبرامج متتالية لمحاربتها، فعلى مستوى أرض الواقع المسألة لازالت غائبة تماما، نظرا لأنه ما كاينش أولا إرادة سياسية حقيقية، وكذلك أنه محاربة الفساد هي مجموعة ديال الإجراءات ومجموعة ديال الإصلاحات ذات طبيعة بنيوية واللي خصها تتم على مستوى ديال مجموعة ديال المجالات والميادين. إذن حنا كنقترحوا من بين الاقتراحات ديالنا كنشوفوا على انه انا الاوان قبل ما نوصلوا لواحد الوضعيه اللي خطيره جدا اللي كتهدد بلادنا وكتهدد التماسك الاجتماعي ديال بلادنا، اننا نبداو في اوراش الاصلاح الحقيقي، في الاوراش الحقيقيه للحد من ظاهره الفساد. اولا تفعيل الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الرشوه. هذه الاستراتيجيه هذه تم اقرارها بالضبط في 28 جانفي 2015. احنا الان على بعد 6 سنوات من تبني هذه الرشوه. والى حد الان يا ترونسبارونسي يا مجموعه ديال الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين لم يلاحظوا اي نتيجه على مستوى تفعيل هذه الاستراتيجيه. بل اكثر من هذا، هذه اللجنه الوطنيه لمحاربه الفساد اللي مكلفه بتتبع تنفيذ الاستراتيجيه لم تجتمع الا مرتين منذ سنه 2017 الاولى. ثانيا انه كنقولوا على انه لابد من هذاك الاستكمال قانون ديال الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربتها، وكذلك عدم افراغ جوهر هذا القانون من الاسس ديالو اللي هو التقصي، اعطاه الحق ديال التقصي للهيئه، وكذلك الضمان ديال الاستقلاليه ديالها. كاين كذلك السن ديال القانون ديال تضارب المصالح. حنا كنعرفوا بان اولا هذه المساله ديال القانون ديال تضارب المصالح مرتبط بالالتزامات ديال المغرب اللي وقعها في المغرب، اولا منها بالاخص الاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الرشوه اللي صدق عليها المغرب واللي كتضمن
لانه المساله ديال محاربه تضارب المصالح، بل اكثر من هذا ان في الدستور اللي هو اسمى قانون وفي الفصل 36 ينص على انه لضروره اقرار قانون يجرم تضارب المصالح، لان تضارب المصالح هو اصل ديال الاغتناء غير مشروع. اذا احنا هذه المساله ديال التنزيل ديال هذه الماده 36 لحد الان بعد 6 سنوات من القانون من دستور 2011 ما باقي ما كاينش. اذا هذه مساله. كاين مساله اخرى ديال مراجعه القوانين لضمان الحمايه الحقيقيه والفعليه للضحايا الرشوه وللشهود. كاين قانون ولكن احنا عندنا امثله كثيره جدا اللي كتبين بانه الشهود والضحايا يتابعون في يعني كخرق سافر لهذا القانون، وليحتل بعض مثلا الفصل 27 ديال الحق في الحصول على المعلومات الى غير ذلك ويتم خرقها بشكل سافر. كذلك كاين الحمايه ديال المنافسه الحره ومحاربه الحاله ديال الريال ديال الاقتصادي وديال الانتفاع وديال المجموعه ديال المسائل اجراءات ضريبيه يعني ما فيهاش انصاف الى غير ذلك. كاين تعميم المساءله بجميع من يتولون المسؤوليه، ضروري تكون المساءله لجميع من يتولون المسؤوليه والمناصب. حنا كنعرفوا بانه كيدخل ما كاين لا مساءله وكيخرج ما كاين لا مساءله، وربما كيخرج وهو تري يعني اكثر مما كان عليه. تجريم الاطراء غير مشروع. دابا حاليا الاصلاح ديال القانون الجنائي متعثر نتيجه هذا القانون ديال الاطراء غير مشروع، نتيجه جريم. نحن نطالب بتجريم الاطراء غير المشروع في القانون الجنائي، لان الاطراء غير المشروع كاين الناس دابا الاسراء غير المشروع لونغيشيسمو ليسيت بواحد الشكل مفضوح وجليل العيان. المواطنين كيتكلموا عليه وكيتكلموا عليه الجرائد غير ذلك وكيشوفوه بعينيهم جليل العيان. اذا خصنا ضروري قانون، هذا من الاسس ديال محاربه الفساد ومن الاسس كذلك ديال باش نظهروا للمواطنين بانه بالفعل كاين سياسه كاين اراده حقيقيه لمحاربه هذا الفساد. اذا هذه بعض الاجراءات الاساسيه والكبرى والمهمه اللي كيخصها تكون مفعله ومتواجده على الواقع باش نهضوا بلادنا ونزيدوا، لانه انا الاوان اننا نخرجوا من هذه الوضعيه ديال التوتر، من الوضعيه ديال الفساد المشتري في جميع القطاعات، من الوضعيه ديال الهشاشه وديال الفقر. يكفي انه مثلا هذه الازمه الصحيه اللي استجها المغرب نتيجه تفشي جائحه كوفيد 19 بينات الهشاشه الاقتصاديه ديال البلاد نتيجه تفشي الفساد، واللي ادى اولا للضعف سميتو ديال الفقر والتهميش والهشاشه ديال المجتمع. هنا كنا نظن على انه هذه مناسبه ديال انه المسؤولين يعرفوا بانه بالفعل بالعربيه تعرف تعيقوا بانه بالفعل خصنا ننهضوا بلادنا، لانه هذه الجائحه بينات مدى الهشاشه التي تعيشها الاغلب الطبقات الاجتماعيه في بلادنا، والغياب التغطيه الاجتماعيه والصحيه بالالاف الى غير ذلك وبشكل يعني مفضوح. وكنتمناو انه بالفعل غدا او بعد غدا نشوفوا بانه يعني غدا ماشي بالزمان مستقبلا نشوفوا بلادنا حتى هي في مستوى ديال البلدان اللي كانت كتعيش. راه ماشي الرشوه ماشي قضاء، قضاء وقدر لا، الرشوه ممكن التغلب عليها لانه كاين بلدان كاين سنغافوره، كاين ماليزيا، كاين مجموعه ديال الدول اللي كانت هي في وضعيه ديال المغرب من ناحيه تفشي ديال الرشوه، وبالاراده السياسيه وبالرغبه ديال باش يزيدوا لقدام اصبحوا في دابا في مراتب عليا من ناحيه الشبابيه. سي علي، على هذا الامل ديال النهوض بالبلاد واخراجها من هذه المرتبه التي لا تشرف احدا، وهذه المساله ديال الرشوه اللي هي امر بنيوي مرتبط سواء بالدوله ولا سواء بالمواطن وايضا بالاستراتيجيات، كنكونوا ختمنا هذا اللقاء هذا. وكنشكروا جزيل الشكر مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم ودمتم سالمين.